مرحبا مواليد برج الحوت، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 8 للاحد 14 نوفمبر تشرين الثاني؟ شو في عنا بهذا الاسبوع يلي هو مفروض يكون من اجمل الاسابيع، لانه الشمس موجوده برج العقرب الصديق لكم، ولانه عطارد موجود ببرج العقرب الصديق لكم، ولانه المريخ موجود ببرج العقرب الصديق لكم، ولانه القمر رح بيكون ببرجكم بهذا الاسبوع بنهايه الاسبوع. فتره ولا اجمل من هيك، فتره جميله جدا. اصلا شهر نوفمبر تشرين الثاني هو شهر جميل، روحوا للابراج الشهريه وشوفوا شو انا حاكي عنكم. شو في عنا تفاصيل بهذا الاسبوع؟ يعني لا تعرفوا تفاصيل الشهر بتروحوا الابراج الشهريه، تعرفوا تفاصيل الاسبوع بتروحوا الابراج الاسبوعيه، تعرفوا تفاصيل اليوم تروحوا الابراج اليوميه. الاثنين والثلاثه القمر ببرج الجدي، يعني القدره على التواصل مع الناس بتكون جيده، بتكون حلوه، بتكون قيمه، وبتكون يعني بالنسبه لكم بتعطيكم اللي بدكم اياه. فاذا بدكم تحكوا مع حدا احكوا مع حدا، ما في اي مشكل. اثنين وثلاثه يومين حلوين لموالي برج الحوت للتواصل مع الناس او للتسليه، او يمكن حتى لتقووا الروابط الاجتماعيه مع محيطكم، محيطكم المهني الاكاديمي شو ما كان تقدروا، والناس رح بتساعدكم. الاربعاء والخميس بدكم تنتبهوا، يومين بطيئين، يومين بتهدى فيهم الامور ويمكن يصير في ركود ويصير في تاخير ويمكن تزعلوا شوي، فبدكم تنتبهوا. هالانطلاقه والاندفاع القويه الكبيره بتخمد وبتهدى يومي الاربعاء والخميس، هي عم تعطيكم فتره لترتاحوا، مثل الراكد راكد راكد بيطلع له فتره يرتاح نتفه ياخذ نفس يشرب نتف مي ويكمل. هاي هي الاربعاء والخميس، فتره غير مناسبه لتركضوا لانه يمكن توقعوا، بمعنى انه خلص هلكتوا. هي فترة استراحة، الزمن عم بيعطيكم فرصة لترتاحوا، تتاخدوا نفس، لتجمعوا غراضكم، لتجمعوا افكاركم، لتجمعوا تشحنوا ذاتكم بطاقة فكرية وطاقة جسدية مهمة. مشان هيك في تأخير، لانه حتى ما تروحوا، لحتى ما تزيدوا تشتغلوا زيادة لانه طاقتكم لا تكفي. الجمعة السبت والاحد، الجمعة تحديدا ابتداء من الساعة 10 صباحا توقيت بيروت الشتوي حتى الأحد الساعة 6 المساء توقيت بيروت الشتوي، القمر ببرجكم. أقوى فترة، أجمل فترة بشهر نوفمبر تشرين الثاني هي هاي من الفترات اللي ذكرتها. القمر ببرجكم مدعومين من الزهرة الموجود بالجدي، مدعومين من الشمس ببرج العقرب، مدعومين من عطارد ببرج العقرب، من المريخ ببرج العقرب. أجمل فترة، أقوى فترة للتحرك، للتقدم، لكل شيء بدكم إياه. ولأنه القمر ببرجكم هيدي معناتها أنه هو ضوء أخضر عم بيقلكم الزمن اتفضلوا وتحركوا. أي مسألة ما كانت تزبط بتبلش تزبط، أي مسألة ما كانت عم تتحرك بلش تتحرك، أي أمور ما كانت حاضرة خلينا نقول على الأرجح بلش تحضر وبتبلش الأمور تزبط بطريقة كتير جيدة وكتير إيجابية. حتى الخبر اللي انتو ناطرينه يمكن صار له زمان زمان، إذا حركشتوا فيها مفروض بهالفترة يطلع لكم الجواب. الجمعة السبت والأحد، لكن ابتداء من الجمعة الساعة 10 صباحا. محظوظين جدا بهذا الأسبوع جميع موالي برج الحوت، محظوظة بشكل خاص 6 ل 13 أدار مارس، يمكن لأنه الشمس هي دعمتكم شوي أكثر من غيركم، لكن الشمس داعمة الجميع. رجعوا للأبراج الشهرية رجاءً لتخططوا وقتكم، تابعوا الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل. نتمنى لكم أسبوع حلو، نلتقي، إلى اللقاء، باي باي.